احنا طبعا الان احنا لاول مره في مصر يصبح هناك استراتيجيه قوميه لمحو الاميه وتعليم الكبار. الشعار معا نستطيع بتقوم على او تنطلق من الماده 25 في الدستور التي تنص على ان تلتزم الدوله بوضع خطه زمنيه محدده للقضاء على الاميه في مصر من خلال مشاركه كافه الجهات الحكوميه وغير الحكوميه. ومن هذا المنطلق تم اعداد خطه استراتيجيه لها ثلاثه برامج رئيسيه. البرنامج الاول سد المنابع، لابد من القضاء على التسرب، وهناك اجراءات الان تتم بان يكون في خلال ان شاء الله 3 سنوات سوف يكون هناك مدارس التعليم المجتمعي في كل قريه من القرى، اللي هي تبدا ما يسمى مدارس الفصل الواحد، وذلك حتى يمكن ان يدخل فيها كل من تسرب من التعليم. ايضا اتاحه التعليم، نحن لدينا حوالي 11% خارج التعليم كل عام، 11% دول ممكن ان يدخلوا او يلتحقوا بالتعليم المجتمعي، وبالتالي يمكن ان ندمجهم مره اخرى في التعليم. ادي اول برنامج. البرنامج الثاني هو التحرر من الاميه. التحرر من الاميه له عده مشروعات. مشروع اساسي تحفيز طلاب الجامعات والجامعات على المشاركه في المشروع القومي لمحو الاميه وتعليم الكبار. نحن الان موقعون مع 13 جامعه. جامعه الازهر هي جامعه متفرده، جامعه تتميز بان طلاب هذه الجامعه يمثلون قيادات طبيعيه موجوده في المجتمع المصري كله، سواء كان في الريف او القرى، ولذلك كان اهميه عمل بروتوكول مع جامعه الازهر. هناك شراكه بيننا وايضا وبين وزاره التضامن الاجتماعي التي يمكن ان تدفع الجمعيات الاهليه للمشاركه معنا، سواء كان بالمكان او ايضا بحصر الاميين والتعرف عليهم وتحديد اماكنهم. والهيئه تقدم كل مستلزمات العمليات التعليميه، سواء كان تدريب للطلاب، سواء كان ايضا هناك حوافز ماديه وحوافز دراسيه تقدم لكل من يشارك في هذا المشروع. ميزه هذه البرامج او هذه البروتوكولات ان البروتوكول له لجنه تنسيقيه عليا، لابد ان يكون له شكل مؤسسي. هناك لجنه تنسيقيه عليا بها 5 من جامعه الازهر و5 من وزاره التضامن و5 من الهيئه العامه لمحو الاميه وتعليم الكبار. اهميه متابعه المشروع بصفه مستمره، اهميه متابعه البروتوكول، تفعيل البروتوكول بصفه دائمه. انا عايز اقول احنا بنفعل بروتوكولاتنا، والدليل على كده اننا مع جامعه الزقازيق منذ وقعنا البروتوكول هناك 30,000 دارس يقوم بالتدريس لهم طلاب الجامعه. ايضا جامعه كفر الشيخ 15,000 دارس يقوم بالتدريس لهم طلاب الجامعه. ايضا جامعه المنيا 2000 فصل يقوم بالتدريس لهم طلاب الجامعه. اذا نحن لدينا استراتيجيه فعلا تفعل على ارض الواقع، لدينا متابعه مستمره لتفعيل هذه الاستراتيجيات من خلال لجان تنسيقيه مؤسسيه تقوم بهذه المتابعه بصفه مستمره لحل كل المشكلات التي يمكن ان تواجه هذه البروتوكولات. بروتوكول متميز جدا، عندي قناعه كامله وتفاؤل كبير ان جامعه الازهر سيكون لها دور كبير ومؤثر ومشاركه فاعله في القضاء على الأمية في مصر، لأن لها تاريخ تنويري عظيم جدا. أنا بقول إن المدخل الأساسي، الأبروتش الأساسي أو الرؤية الأساسية التي تقوم عليها الاستراتيجية هو مدخل تنموي. نحن لا نريد فقط محو الأمية الأبجدية، معرفة القراءة والكتابة والحساب، ولكن نريد تنمية بيئية، تنمية صحية، تنمية اقتصادية، تنمية اجتماعية، تنمية في كافة الأوجه. وبالتالي هذا هو المختلف عن أي استراتيجية تمت سابقا. نحن نعمل تنمية متكاملة، نريد أن نصنع بعض المشروعات الصغيرة، معنا بروتوكولات أيضا مع بعض الجمعيات التي تمتلك قدرات مادية لعمل مشروعات. لدينا أيضا بروتوكول مع الاتحاد العام للفلاحين، مع نقابة الصيادين، مع نقابة العاملين بالبناء والتشييد، أن كل أم يريد أن يلتحق بمهنة أو حرفة معينة خاصة بالبناء والتشييد بعد أن ينهي فترته التي يتعلم فيها القراءة والكتابة سوف يلتحق بدورة تدريبية لمدة 3 شهور مجانا، مع وجبة يومية، مع مكافأة يومية، مع كل الأجهزة والعدد التي يمكن أن يستخدمها عندما ينهي فترته للحرفة التي تم اختيارها. عندنا بعض يعني المشروعات المتعددة خاصة بالتحرر من الأمية، عندنا أيضا مع القوات المسلحة، مع الشرطة، جهد جيد. كل المجندين في الشرطة الآن القوات المسلحة لا يخرج إلا بعد أن يتم محو أميته. أعتقد عندنا منظومة متكاملة. عندنا أيضا البرنامج الثالث ما بعد محو الأمية. نحن لدينا مواصلة التعليم، لدينا حوالي 300 فصل إعدادي مفتوح الآن بكافة المحافظات من خلال الهيئة. أيضا لدينا العديد من الطلاب الذين بدأوا بمحو الأمية وانتهوا بالليسانس والبكالوريوس، بل أيضا مسجلين في الدراسات العليا. أعتقد أنها منظومة متكاملة إن شاء الله. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه خير البلاد والعباد.